أمي كبيرة في السن وقضت في المستشفى فترة مؤخرا، والحمد لله هي في البيت حاليا. تشتكي من أنها تبدأ في الصلاة لكن تفقد التركيز في منتصف الصلاة وتنسى كل شيء، تنسى كم ركعة صلت، هل سيت أم لا، هل ركعت أم لا، ثم تبني على يقين ثم تنسى مجددا وهكذا، فتسأل ماذا تفعل وهي غير قادرة على التركيز، تنسى باستمرار. ماذا نقول لها؟ أسأل الله جل جلاله أن يمسح عليها بيمينه الشافية، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية. اللهم أذهب عنها الناس الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، في شفاء لا يغادر السقما. تكليف مناطه القدرة، فاتقوا الله ما استطعت، وعلى من حولها أن يعينها على هذا ما استطعت. ومن بين هذا أن تحاول أن تعد على أصابعها عدد الركعات وعدد السجدات، أو أن يكون بجوارها من أولادها أو من بنين أو بنات من يعينها على إحصاء صلاتها وعلى إعانة عليه، فهي تتقي الله ما استطاعت، وعلى من حولها أن يعينوا ما استطاعوا، وما عجزوا عنه أرجو أن يكون في محل العفو إن شاء الله.